السلام عليكم حبوباتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير بصحتي وعافيه. معكم سما، واخيرا غادي نجاوب على الاسئله بين قوسين الشخصيه اللي طرحتهم لي على الفيسبوك والانستغرام واليوتيوب. فعلا انا ما خليتش التصويره، ما قلت لكمش طرحوا عليا الاسئله تاعكم. تنحاول مره غادي نجمع جميع الاسئله اللي نتوما تطرحوهم عليا في الفيسبوك وفي الانستغرام وعلى اليوتيوب، تنقيدهم وفي كل فك غادي نبدا ان شاء الله نجاوب عليهم. ماشي كل مره، لحقاش كاين اللي ما عندوش الفيسبوك، كاين اللي ما عندوش الانستغرام، دونك غادي يبقى عاوتاني الاسئله محاصريني على مالي الفيسبوك او مالي الانستغرام. دونك انا غادي نبدا ندير هذه الطريقه هذه، ومره حتى الا ما لقيتش اسئله، واخا تبارك الله كاينين بزاف ديال الاسئله تيتزادوا كل نهار، عادي نسى انا غادي ندير لكم صوره في الفيسبوك والانستغرام ونقول لكم طرحوا الاسئله تاعتكم تحت فيديو. اليوم ان شاء الله غادي نجاوب عليه على 14 سؤال، كاينين فيهم بزاف ديال الاسئله الشخصيه بين قوسين، ماشي الشخصيه بزاف ولكن غادي تعرفوا عليا اكثر من خلال الجواب ديالي على هاد الاسئله هذه. الى باقي ما الى باقي ما ضميتوش لينا على الفيسبوك والانستغرام، خليكم الروابط نتاعو على التشفير صندوقي الوصف، ولا باقي ما وربتوش على الجرس هذاك وركوا عليه باش توصلوا بجديد فيديوهاتي. هادشي الى باقي ما وربتوش لي، وبغيت نقول لكم مرحبا بكم الى يلاه انضميتوا على القناه، وبغيت نشكركم على جميع تعليقاتكم، حبكم، تشجيعكم، سواء لي سواء لميسا، شكرا وكلمه شكر قليله بزاف حكم ماشي عارفين ديما تنقول لكم، ولكن خاصني نقول لكم واليوم لا بد خاصني نقول لكم فهاد الفاك هذا، شكرا 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 لكم حبيباتي، وكلمه شكر قليله بزاف حقكم. وغادي نبداو دابا على بركه الله بالسؤال الاول، وهذا السؤال هذا مطروح بكثره على مواقع التواصل الاجتماعي. واش درتي شي نهار شي عمليه تجميل او البوتوكس؟ ما عمرني درت لا عمليه تجميل او البوتوكس، وانا لست ضد هذه الفكره. الا شي نهار انا درت شي حاجه لوجهي او درت ليه البوتوكس ولا شي حاجه اللي هي عاديه بحال الماكياج، ما تنفكرش نديرو بوغ لانستون. الحمد لله انا يا راضيه بالخليقه نتاع ربي اللي عطاني، ما تنفكرش نديرو. ولا شي نهار درتو راه غادي ندير فيديو غادي نقول لكم ها فين درتو وعلاش، ماشي لحقاش باش نبرر لكم انا يا درت البوتوكس ولا ما درتش البوتوكس. هي الا كان عندي شي مشكل باش نتوما ما توقعوش فيه، باش تستافدوا من التجربه تاعتي هذه لا غير. بالنسبه للسؤال رقم 2، وهذا السؤال عاوتاني بزاف تطرح لتحت في التعليقات على اليوتيوب، كيفاش تتعلمتي السواقه وكيفاش حتى حيدتي عليك الخوف نهار اللي انايا بغيت ندوز فيه البيرني، يعني نهار اللي جاوا الناس باش يشوفوا واش نسوق ولا لا، كلشي داز هو هذاك ما درت والو. الحمد لله الله حيت تيبي يوقف معاك. انا كنت متاكده بان الله كان موقف معايا فداك النهار، لحقاش فريمون طلبته وفريمون كان واقف معايا فداك النهار، ولكن ما تعلمتش. يعني ان فاجيت لعنايا ما تعلمش، يعني خاص الانسان يدير السوايع، خاص يتعلم. الى عندك شي وقيته في الويكاند، كنت تنخرج بزاف في الويكاند، يعني في السبت والحد لا، خصوصا في الحد تتكون تيكونوا كلشي المغازات مغلقين وتتبقي دوري في الباركينغ، ولكن خاص هادشي شويه ليه الصبر من الزوج نتاعك، بشويه 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 صافي. وتسرحات يديا وما بقيتش دابا تندخل. هذيك الساعه كنت نشوف طوموبيله موراي وتنغوط، واحد شي حد اللي هو تيكون طايسوق طوموبيل وتيشوف شي حاجه اللي هي الله تقول واش هي صافي تندخل تنزحزح. يعني انا متفاهمكم الى فريمون نتوما ما قدرنش تلقوا يديكم لحد الان في السكان، انا متفاهمكم، خاص شويه نتاع الصبر وشويه نتاع العزيمه وشويه نتاع الثقه بالنفس. خاصك تقولي بالنفس نتاعك بانني قادره وغادي نسوق واحد النهار، وخاص شويه الصبر لهذاك اللي هو وحدكم اللي تيعلمكم السواقه. ومره خاصكم تزيدوا السوايع، لا بد خاصكم تزيدوا السوايع. هادشي الا ما عندكم شي حد اللي هو يعلمكم السواقه، حتى الا علمكم ما عندوش الوقت، لا بد خاصكم تزيدوا السوايع هنايا. دونك راه يمكن لك تزيدي السوايع واخا البيرمي ما واخداش فرنسا. سننتقل الان الى السؤال رقم 3، واش درتي شي فورماسيون ديال الماكياج؟ عاوتاني سؤال مطروح بكثره، خصوصا حيت ندير لكم توتوريال ماكياج او شي جيت ريدي ويز مي. لا ما درت حتى فورماسيون، ما درت والو، حتى انايا كنت بحال
بحال البعض منكم ما تيعرفش يدير حتى لينا خوالو، وبشويه بشويه 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 تعلمتو. وتشوفوا البروغرام تاع الفيديوهات نتاعي في الاول كيفاش كنت ندير الماكياج ودابا كيفاش تندير الماكياج، يعني دقه بدقه ودرجه بدرجه بشويه بشويه. تنشوف بزاف نتاع اليوتيوبرز اللي هما تيديروا الماكياج سواء امريكانيات او فرنسيات، تنشوف عاوتاني اليوتيوبرز مغربيات، دونك تتعلم. فانا تنتعلم بحالي بحالكم، واخا دابا تشوفوني او بالنسبه لبعض منكم تنعرف ندير الماكياج، ولكن باقي لي حد الان تنتعلم. كاينين بزاف نتاع الفيديوهات في الانستغرام دابا تيتداولوا كيفاش مثلا تصايبي الحجبه نتاعك، كيفاش ديري تصايبي العيون نتاعك. دونك كاينين فريمون بزاف نتاع الفيديوهات اللي هما غادي ينفعكم الا كنتو تتحمقوا على الماكياج وما تعرفوش ديروا. تنصحكم باش تشوفوا الفيديوهات نتاع يوتيوب، ماشي بالنسبه لي انايا بوحدي، ولكن انا الفيديوهات نتاعي تيكونوا فيديوهات خفافين ظريفين، وداك الشيء عندي ساهل جدا، سواء الماكياج للافراح او الماكياج مثلا الماكياج اللي دايره انا اليوم او الماكياج اللي هو تيكون ناتوريل فاصون نو ميك اب ميك اب. دونك كندرت بزاف 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 نتاع التوتوريال ماكياج. شوفوا هادشي على القناه، وعرفتكم بانكم تطلبوا عاوتاني بزاف نتاع التوتوريال ماكياج. ما تنديرش بزاف مؤخرا، ولكن راه مره تنرجع لكم توتوريال ماكياج، سواء توتوريال ماكياج فريمون فيديو نتاع توتوريال ماكياج او توتوريال ماكياج في جيت ريدي ويز مي او في روتين ولا شي حاجه. نخليكم توتوريال ماكياج في بلاصه. اما السؤال رقم 5، كيفاش تيجيوك موضه لي كوبل المغاربه المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يا فعلا موضه لي كوبل المغاربه مؤخرا اصبحت مؤخرا منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي. ما عرفتش واش نتوما لاحظتوا معايا هاد الظاهره هادي او لا. لا انا بالنسبه لي كل واحد حر يدير داكشي اللي بغا، كل واحد حر يدير الفيديوهات كي اللي بغا، سواء مع ولادو او سواء مع مرتو او سواء مع عائلتو او سواء، وزيدون حتى حد ما تضرب شي حد على يديه باش يشوف لي الفيديوهات نتاعو. دونك بالنسبه لي تبقى حريه شخصيه وكل واحد حر، وتبارك الله على الجميع. دونك هذا هو بالنسبه للجواب نتاعي على هذا السؤال. هذا انا مره كنشوف لهم الفيديوهات نتاعي فريمون تيختلفوا على الفيديوهات اللي تنشوفوا على مثلا على اليوتيوبرز او الفيديوهات التعليميه، وتبقاو فيديوهات اليوم ممتعه. بالنسبه للسؤال رقم 5، سما في رايك شكون اللي هز اليوتيوب المغربي؟ واش الدراري ولا البنات؟ ناري شكون هو اللي هز اليوتيوب المغربي؟ واش الدراري ولا البنات؟ بيني بينكم شكون هو اللي هز اليوتيوب المغربي؟ واش الدراري ولا البنات؟ خصني نفكر. لكن الا بغيت نقول لكم الصراحه والحقيقه، كان اليوتيوب المغربي هز الدراري. كان فيما مضى، يمكن غادي نقول لكم واحد السنتين قبل كان هزوا الدراري، ما كانوش يتسطروا البنات، ما كاينش شي حاجه اللي تتسمى يوتيوبرز مغربيه او يوتيوبرز تدي بالدارجه المغربيه. دابا يمكن لي نقول بان البنات هما اللي هازين اليوتيوب المغربي، بارك الله القنوات الكبيره كبيره 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 هما نتاوي البنات. كاينين قنوات نتاع الدراري المغاربه اللي هما كبار في كبار في كبار، ولكن قلال. دابا تنشوفوا البنات المغاربه طالعين، البنات دابا تطلعوا بحال واحد الجيش الجيش نتاع البنات طالع. الحمد لله دابا اليوتيوب المغربي هو يوتيوب اللي هو هاني مهدن، يعني كلشي تيخدم والدنيا هانيه. علاش ما تلقاوكش في الفعاليات مع باقي اليوتيوبرز؟ اكثر فعاليات هي فعاليات تتكون في المغرب. انا فعلا توصل بلانفيتاسيون فعلا، ولكن ديما 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 تنتي كل جواب نتاعي بانني ما تنقدرش نجي لحقاش كاينين ظروف، فعاليات مع شركات اخرى وما تنقدرش نمشي لحقاش اليوتيوبرز اللي تيكونوا عندها الاولاد ماشي بحال اليوتيوبرز اللي ما تيكونوش عندها الاولاد. اليوتيوبرز اللي تكون مزوجه ماشي بحال اليوتيوبرز اللي هي ما تكونش مزوجه، راه الاولاد والزوج راه مسؤوليه كبيره هذيك، ماشي بحال الا انت مثلا وصلتك لانفيتاسيون بدات تصايبي الشاكوش نتاعك، عندك ويكاند او عندك مثلا السبت والحد او مثلا عندك العشيه نتاع نهار الجمعه، بديتي تجمعي حوايجك وبديتي تخرجي بتدوزي داك النهار نتاعك ولا السبت نتاعك وبتعاودي ترجعي. ما كاينش شي واحد اللي هو تهزي ليه الحمل. واش حماتك قبلت بيك من النهار الاول؟ بالنسبه للغولاسيون او العلاقه نتاعتي بيني وبين حماتي هي علاقه اش غادي نقول لكم محترمه، تتحترم الاولويات نتاعي، تتحترم كيفاش انا تنفكر، وانا تنحترمها كشخص
من نهار الاول وقع اتصال بيني بينها، يعني واحد الاتصال دوك الخيوط ارتبطوا، دوك الخيوط اللي هما ما يمكنناش نشوفهم. يعني ارتحيت ليها من نهار الاول، انسانه اللي هي طيبه، ومن نهار الاول لقيت واحد الترحيب اللي هو كبير 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 بزاف الحمد لله. رحيت تشوفي مثلا العائله نتاع الزوج نتاعك ترحب بك، ولحد الان باقي ترحب بك، وقت ما مشيتي عندهم نفس الترحيب نتاع النهار الاول، واخا تجيب تقاليد وعادات وداكشي كلشي تيكون مختلف، ولكن تلقاي واحد الترحيب اللي هو كبير 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 بزاف. هادشي راه طيفرح بزاف. ما هي علاقتي مع باقي عائله زوجي؟ عائله زوجي ماشي عائله اللي هي كبيره، يعني فكني في بزاف فيها بزاف تاع الافراد. هي متكونه من اب وام واخت، دونك هادشي اللي هادي هي العائله نتاع الزوج نتاعي، اختو امه ومو با وصراته النبي، وكل واحد ساكن في مدينه، اختو في مدينه ومو با في مدينه، وحنايا في مدينه اخرى. حيت كنتي صغيره واش كنتي داسره في الصغر ديالك؟ حيت كنت صغيره واش كنضاصره؟ بالعكس، يعني دابا كنضاصره تيعاودوا بانني كنت من الطف خلق الله، كنت كيشي امانه، كنت واحد الطفله اللي هي مهذبه وظريفه وما تديش لي بيتيز. هادشي تقول لي ماما، قالت لي كنتي كيشي امانه، ما تتحركي، كنتي هكا كيوت، كنتي المهم شي كنتي لطيفه جدا. يعني ما كنتش ضاصره حيت كنت صغيره، ما كنتش ضاصره. في الوقت الحاضر كيف تتعاملين مع التعليقات السلبيه؟ ما تتعاملش معها باختصار. التعليقات السلبيه ما بقاش عندنا تعامل، يعني وصلت لواحد المرحله نتاع البرود التام والشامل. حيت نشوف تعليق اللي هو خايب، حيت نشوف تعليق اللي هو سلبي، تنشوف فيه تنقرا كما تنقرا شي روايه، شي حد يعني شي حاجه ما تترطب، لا تربطني بصله نهائيا. يعني ما بقاش عندنا تعامل بيناتنا، صافي تنخليه كل واحد حر يكتب داكشي اللي بغا، وتمشي نقرا التعليقات الاخرى. وبيان سور ديما التعليقات اللي هما مشجعه والتعليقات اللي هما مليئه بالحب هما اللي تيخذوا واحد الحيز كبير في القلب نتاعي وفي التفكير نتاعي. الا كنتي انت يوتيوبر ويلا دخلتي اليوتيوب، خاصكم تعرفوا بان هادشي راه عادي، ما تصدموش. يعني في الاول غادي تصدموا، ولكن صافي يعني رميو عليكم. قليل اللي بيقول شي حاجه يقولها، الانسان يدير داكشي اللي بغا، الفيديوهات اللي بغا، كيفاش هو تيفكر، يعبر على الشخصيات نتاعو في الفيديوهات نتاعو. ما غاديش ترضي لا هذا ولا هذا ولا هذا. انا فعلا مؤخرا وليت نتفادى شي شويه التعليقات، يعني كاين بعض الفيديوهات اللي انايا كنت بغيت نديرهم ما درتهمش، نوتامون بخصوص عيد الحب ما درت والو. لحقاش ما بغيتش نبدا واحد السنه نتاع 2017، ما بغيتش نبدا عاوتاني بواحد السنه نتاع هاي لا لاي وسميتو. دونك انا ما بغيتش نعطي فرصه لتحد باش يهضر على اي حاجه درت بالنقص من عيد الحب وما درتش الفيديو، ولكن غير ما بغيتش نبدا واحد السنه نتاع الصداع، وما بغيتش عاوتاني نعطي فرصه لهاد الاشخاص هادي باش يحلوا عاوتاني فمهم وباش يكونوا مشاكل، لحقاش تيكونوا تضاربات بيناتكم على لتحت في التعليقات. وهادشي انا ما بغيتوش تفاديتو، ماشي خوفا منهم، ولكن حبا لكم، حبا للناس اللي هما تيبغوني، حبا للناس. ما بغيش كل مره يدخلوا على القناه يلقاو عاوتاني بالبلا ولقاو عاوتاني صداع، دونك تفاديتهم حبا لكم فقط. انت غادي تجي المغرب؟ غادي نجيو المغرب ان شاء الله بحول الله صيف، غنجيو انا ودراري خلاص انا ودراري وزوجي، دونك غادي نجيو كاع العائله، ونتمنى ان شاء الله نشوف البعض منكم تما في المغرب. ما غاديش ندير لا ميتاب، ما غاديش ندير والو، ولكن غادي يمكن غادي نسجل بعض الفيديوهات تما في المغرب، وغادي نوريكم انا الاماكن اللي تنمشي لهم في المغرب، ونتمنى نتلاقى مع شي واحد فيكم هكاك مثلا في الشارع، او تلاقيت بكم في واحد المدينه من المدن المغربيه، هادشي غادي يفرحني وغادي يسعدني. هي عطله عائليه بال بال بالعائله، دونك ما يمكنليش عاوتاني نخلي العائله باش انا يمشي ندير لوغانيزاسيون تاع ميتاب وسميتو، ولكن تنوعدكم ان شاء الله في السنوات المقبله ان شاء الله غادي يكون فريمون سفر خاص للمغرب باش نشوفكم نتوما، باش ندير واحد الميتاب وباش نشوفكم فريمون، نشوف جميع اليوتيوبرز ونشوفكم نتوما المشتركات نتاعي، نشوفكم لحقاش نبغيكم بزاف 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 بزاف. بالنسبه للسؤال الموالي، السؤال مطروح بكثره على القناه، وبزاف منكم اللي سولوا او بزاف منكم اللي شك فيه،
واش حامله مبارك سعود، واش بنت ولا ولد، وامتى غادي تولدي، وكيفاش دايره مع الحماله. كيفاش تا ولا اشنا هي الفكره اللي نزلت عليكم باش قلتوا بانني راه حامله؟ غادي تقولوا بان راه ممكن خطش شويه نتاع الوزن، او بزاف منكم قارني مع فتره الحمله نتاعي مع 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 يانيس ودابا ولقاو بان عندنا نفس الوجه، يعني تزاديت شويه. انا لست حاملا، والمضحك في ذلك بان البعض نتاع اليوتيوبرز خلاو لي دي ميساجات او دوينا معايا في الواتساب باش يهنيوني على الحموليه ديالي، بعدين بانني تزادي راه ما كاين والو. فعلا شحال هذه قلت لكم انا راه بغيت ولد ثلاثه بيتشي زعما تنفكروا يكون واحد الوليد رقم ثلاثة، يعني نوسعوا شويه العائله نتاعنا. ولكن بعد التفكير اللي هو شويه عميق، ما غاديش نقول لكم باننا حبسنا في جوج، ولكن لحد الان جوج بركه. يمكن غادي نغير رايي من دابا واحد العام، من دابا واحد العامين، ولكن الان جوج بركه الحمد لله. الى زدت الثالث ما غاديش نقدر نهتم براسي لحقاش في الحياه، ما كاينينش الاولاد والزوج كاين حتى انا، يعني ما بغيتش انايا وقتي كلشي يمشي فيا في انا في التربيه نتاع 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 الاولاد، او داك الشيء اللي انايا باقي لي يمشي انايا في التربيه نتاع نتاع الاولاد. هي الاولاد وهما زينه الحياه الدنيا، ولكن كاين حتى انتيا خاصك تعيشي، خاصك تخرجي، خاصك تسافري، وهذا الشيء ما يمكنلكش ديريه الا كانوا عندك بزاف نتاع الوليدات. يمكن انا دابا واحد العام ولا عامين الا باقي على اليوتيوب نقول لكم بانني راه حامله، اما الان فانا لا افكر حتى كلمه التفكير فلا نفكر في هذا الامر هذا. والله يجي لي فيها الخير، اللي جات من عند الله مرحبا بها. خير، واش لقيتي مشاكل مع زوجك بخصوص اليوتيوب، او واش اليوتيوب دار لك مشاكل مع الزوج نتاعك؟ في الاول تيكون لا بد المشاكل نتاع الوقت، المشاكل خاصك تخوضي واحد الوقت من حياتك ومن حياه نتاع زوجك ومن حياه نتاع الاطفال نتاعك، يعني من حياه نتاعك العائليه باش تعطيه لليوتيوب. دونك الا ما عرفتيش انت كيفاش توفقي بين هذا الشيء وبين هذا الشيء باش يكون توازن في الحياه نتاعك، دونك غادي يكون عاوتاني غادي يكون مشاكل لابد. ولكن دابا الحمد لله عرفت كيفاش نوفق بين اليوتيوب، بين حياتي الزوجيه، حياتي كأم، حياتي كامراه. دونك داكشي خاص واحد الوقت باش يكون واحد التوفيق، وخاصو حتى الاخر يعني الجنس الاخر او الزوج تاعك خاصو يكون عاوتاني تفاهم. الا ما كانش واحد ثاني واحد التفاهم ما 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 غاديش تقدري تعطي اكثر، وما غاديش تعطي وما غاديش تقدري تكوني اليس في الفيديوهات نتاعك، تكوني هكا فلا كول اليس، ما يمكنلكش تكوني الا كنتي ديما هكا مضغوطه، ديما تتباني هكا مزيره مضغوطه، تتبي الفيديو امتى يتسالى تصوري باش ترمي، وداكشي تيبان على الوجه نتاع جميع اليوتيوبرز، او تيبان على الوجه الا داروا اليوتيوبرز راه غادي يبان لهم على الوجه نتاعهم. سينو الزوج نتاعي كما قلت لكم في الاول هو كان من تجبد الكتاب، هو كان من بين الناس اللي هما دعموني بزاف في الاول، هو الاخت نتاعي بزاف 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 بزاف، ولحد الان هو باقي من الناس اللي هما تيدعموني وتيشجعوني من الاول. الانسان حيت تيكون تيبغي شي حد ديما تيبغيه باش 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 يزيد لقدام ويدير شي حاجه اللي هي تتبغي وتبغي يكون فرحان. دونك هذا ما نقول لكم. اما بالنسبه للسؤال الاخير، الطبق المفضل ديالي هو الكسكس الطاجين. كاين اللي كاين مغربيه المغرب كسكس، ولكن ماشي اي كسكس، الكسكس خاصو يكون بالقديد باللحم تاع العيد، كلشي يكون على تاويلو بالسمان، يعني الكسكسو اللي كانت تدير جدة الله يرحمها ويوسع لها في النهار تدير الام ديالي الله يخليها لينا. والطاجين، طاجين جميع انواع الطواجن تيعجبوني، تيعجبوني جميع انواع الطاجين تاع السردين، طاجين تاع الخضره، طاجين الدجاج، طاجين زبيب بالبرقوق، دونك جميع انواع الطواجن
تعجبوني بزاف بزاف بزاف. كاين اسئله اخرى طرحتهم ليا واسئله عطيني شخصيه اخرى طرحتهم ليا ان شاء الله غادي نجاوب عليهم في لي فات او فيديوهات اللي غادي يكونوا ان شاء الله مستقبلا على القناه. نتمنى الفيديو نتاع اليوم ان اعجبكم وقربكم مني شي شويه. جبت لكم بكل صراحه او جبت لكم عليها بكل صراحه على الاسئله هذه. دونك انا اللي تعجبني ندير هاد الفيديوهات هادو مره مره، يعني مره في شهرين مره في 3 شهور، تزيد مازال يقربني منكم اكثر وتتعرفوا على شخصيه اكثر، شخصيه تاع سوما. قولوا لي في تحت في التعليقات الفيديوهات اللي تبغوا تشوفوهم اكثر على القناه. نرحب جميع 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 تعليقاتكم، حبكم، تشجيعكم، تنشكركم من كل اعماق قلبي، وكلمه شكر قليله بزاف حقكم. فهذا ما نقول، هذا ما نقول، تنضرب بكم ان شاء الله لقاء ان شاء الله في الفيديو القادم مع فكره جديده او موضوع جديد. بالنسبه للمواضيع الاجتماعيه اذا كنت عندكم اي فكره لحقاش الموضوع اخر موضوع اجتماعي اللي درت فات عليه شهر، دونك خاصني عاد نفكر في موضوع اجتماعي اخر. اي افكار نتاع المواضيع الاجتماعيه كتبوهم ليا ارتاح في التعليقات. نتمنى لكم وصيه طيبه، نهاركم سعيد، الى اللقاء.